خفت ان اتبهدلوا في غيابك. كريم أؤمر يا خالي. هتخش جامعة ايه؟ سمعت انك نجحت في الثانوية. أمي عاوزاني أدخل كلية الهندسة يا خالي. مجموع زين يا أخوي. بس يا خالي أنا ما عاوزش أدخل كلية الهندسة عشان في الآخر أطلع أشتغل مع عطية. خش اللي تخش يا كريم. عاوز أرسم يا خالي، أخش كلية فنون جميلة. أيوه. ليكي قد إيه ما روحتيش يا كريمة؟ من وقت ما سافرت. الصبح اروح الصبح. قبل ما تاخدي حقك. حقي؟ حقي في ايه؟ ما عاوزاه شيء تبني في البلد عماره. لا انا قلت ما كانش قصد. انا حشت عنك حاجه يا كريمه؟ عمرك ما شكيتي تشكي وانا في غيبوبه؟ امال لو كنت مت كنت عملت ايه؟ بعد الشر عليك يا اخوي، انا ما كنتش اقصد. بعدين اتعاتبوا في الصغير يا كريم. نسيبوك تفرد جسمك وبعدين نكملوا حديثنا. من ميتة بتهم قبل يا حكم؟ من ميتة؟ حد قال لك انا تعبان ولا ايه؟ ولا ايه في مخك غيرك؟ لا والله ما فيش في مخي حاجه، بس انا عاوز اروح. قادلنا شهور وايام بيتنا اتبهدل، وانت عارف اخوك ما يتحملش التراب. ما يتحملش التراب؟ امال كيف عاوز تشرب سجاره يا حكم؟ ايه؟ مين قال لك؟ يبقى انت معاك جن يا ابو هيبه. كيف تعرف كلمه قلتها وانت غايب؟ مش هقول لك قلتها فين، ومع انهي كلب ليه روقه، لكن هقول لك تقعد هنا زي ما كريمة حكمت تقعد هنا وانا غايب. هتقعد هنا ببيت اخوك ومعزز ومكرم يا اخويا. الوقت يا ود ابوي، انا عاوز ارجع بيتي. كل حي بيستريح في بيته. انا قلت هتقعد هنا، انا حكمت بكده ولا عاوز تكسر كلامي؟ اوعى. ولا عاوزنا طخك بالنار زي ما طخيت رجالتي؟ أؤمر يا غالي. عمك حكم هيعتذر لك وهيدي لك 100,000 جنيه حق ضربة الرصاص. ماشي كلامك يا هيبة، ما تزعلش يا عامر. الله يا عم. الوكل معاكم المرة دي مش تجنيد. الوكل معاكم المرة دي توحشته. الله بسم الله أخوي. بلاش الدنيا يا أخوي. الرومي للجماعة والشباب. كل من الروم انتو كريم يا صفاء. أنا بعت رجالة في مهمة النهاردة يا حكم. مهمة إيه يا أخوي؟ مفيش حاجة نعملوها. دلوقت وصلوا المكان. بعت السلاح كله حكم. توبة يا هيبة.
خلاص. مالي صالح بالسلاح. مالك صالح بشنطة الفلوس. 2,000,000 دولار وربع. ضحك عليك. خليك. انا مش قلت لك تخلي شقتك كالونين؟ برضك مهمل ما خايفش حد يسرقك. كانك شايل من اخوك يا ابو هيبه. بتفتشني قدام عيالي؟ هو انت كبير على التفتيش ولا كبير على ابو هيبه؟ برضك انا اخوك الكبير. طب تعالى وريني كيف الكبير يتصرف. من اولها وانت هربان، عمرك ما وقفت في صف ولا عمرك خشيت دوب، وانا محمل وساكن. عاوز تسير قولها دلوقت ولا انزل واشيلك. هو انا قلت حاجه؟ عمري تكلمت من زمان وانا بسلم. حتى اسال ماهر اللي بيجي شبهك. ليش الفلوس ليه يا صباح؟ من ساعة ما سافرت وانت رافض المصروف. ملهاش لازمة من غيرك يا اخوي. مين يهمه الوكل وهو عطشان؟ كيف ابص على الدنيا وانت ما فيهاش يا ابو هيب؟ الحمد لله على السلام. شبه الشبه حكر يخلق من الشبه. لا يخلق من الشبه ايه؟ بشنطة سفركم ما حكر. كيف الفلوس دي منين؟ ذهب دي، حجاج دي، سعد دي. أبو كريم تعالي حملي الطاق طاقين. قلت لك ما عايزاش يا خوي. يمين بالله لا تاخدي حقك. مش كفاية مش كفاية صبر والواحد. تعالي تعالي علي اليمين لا تاخدي حقك. خدي زيادة زي ما اختي كريمه خدت حقها. اختي الصغيره تاخد حقها. خد حبي حبي. اعتبر البيت بيتك يا حكم. اوعى تتصل ابكيلي الايام دي لتتشنكل معاه.